السلام عليكم، معكم ماد في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرج فيا ما تنساش تخلي لي واحد لايك، سبسكرايب القناه وحتى تعليق زوين بحالك تحفزني وتخليني ديما نكمل. الحمد لله بفضل الله وفضلكم ان القناه بدات كترجع شي شويه، كيرجع عليها شويه ديال التفاؤل. شباب عطيونا الماكسيموم ديال السيبور ديالكم، خلينا واحد التعليق، خلينا واحد لايك واكتيفي النوتيفيكاسيون باش ان شاء الله انفو ننزل لكم شي فيديو يوصلكم فيديو جديد. اوكي سو قبل ما غادي نبداو غادي نديروا واحد الحاجه بالنسبه للشباب اللي كيلعبوا ببجي موبايل. عندي لكم خبر زوين، كننظم بطولات اسبوعيه. اوكي كاينه ديال رويال باساج وكاين ديال 100 دولار. قول لي ماد فين كدير هاد البطولات؟ في جيم بوينت تي في. الشباب جيم بوينت تي في هذا واحد التطبيق اللي كاين في جوجل بلاي وكاين في الاب ستور، تقدروا تانستاليو عبر الرابط اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون. اجيو ديريكت، بغيت تمشيو نتوما تانستاليوها بوحديتكم، سيروا انستاليوها ومنين تدخلوا ديروا الانسكريبسيون ديالكم عاديه اللي بالنمره ولا تويتر ولا بالجيميل غادي تدخلوا. بالنسبه للخطوات كيفاش تقدر دير الانسكريبسيون داكشي كامل في لي تورنوا اللي كندير، غادي نخلي لكم واحد الرابط ديال واحد الفيديو تقريبا درتو هذه 4 شهور في القناه كنشرح للدراري كيفاش يتسجلوا. دونك جيو لذاك الفيديو غادي تلقاو الخطوات كاملين. زائد غادي نخلي لكم واحد الرابط ديال مجموعه تيليجرام، غادي تجيو عندي تمايا اون فوا نحط لكم شي بطولات تجيو تسجلوا فيها ومرحبا بكم. الحمد لله عندنا تقريبا غادي 4000 واحد عندنا في جيم بوينت تي في، وبيان سور هذيك 4000 ما بغيتهاش ديما تبقى تلعب وتبقى تربح، بغيتكم حتى نتوما تكون عندكم واحد الفرصه باش نتوما تربحوا ومرحبا بكم. اوكي سالينا من جيم بوينت تي في، اجيو نشوفوا الفيديو ديال الشقه. هاد الفيديو ديال الشباب ما غاديش نطولوا بزاف، غادي نخلي لكم الفيديو ديالي ديال اول مره غادي ندخل الشقه. اول ماشي اول مره اسمح لي، ثاني مره. اول مره مشينا شفناها باش عجبتني، مشيت تكاتبت عطاني الساروت، منين جينا كانت معايا ديك البنت سعاد اللي غادي نخلي الرابط ديال القناه ديالها في الديسكريبسيون، بغيتكم تمشيو تسيبورتيوها. يعني كيف ما قلت لكم هذا الفيديو هذا ما غاديش يكون طويل، غادي غير واحد الشهر خفيف. اوكي باش الفيديو الجاي ان شاء الله انا غننتقل من لوطيل وجاي حتى لهنايا ودوك الاجراءات كامله. شباب دابا كنحاول نلعب على لا كونتيتي. شوفوا دابا القناه غير ولينا كنلعبوا على لا كونتيتي، بحال قلت القناه بدات كترجع، بدات كتحيا شي شويه الحمد لله، ماشي بحال في الاول ولكن او موان بعدا ماشي بحال 4 شهور دابا 5 شهور. دونك هذا الفيديو هذا شباب غادي ندير لكم غير واحد التور خفيف، كنت غادي بالجو برو غادي نوريكم الدار كيفاش دايره. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا فيه شي حاجه او ثاني احسن وما احسن، وحنا غادي ندقق. دونك نخليكم على فيديو تقريبا البدايه مخربقه ولكن قبلوا عليا. شوف نوريكم واحد الحاجه، بوم 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 فوالا. غادي الدار العمارة. اوكي غادي الدار العمارة كتجي بحال هكا، بسم الله توكلنا على الله. يا ربي ها السكوتر حطيتو هنا غير دابا يا وصافي. السنسور هانتوما هانتوما تشوفو غادي ينزل وغادي تشوفو كلشي هنايا. بيان سور كو العمارة مزودة بالسيكوريتي بكلشي بالإنذار ديال العافية، وكاين هاد المساكن تحت. انا غادي نوريكم هذا السنسور، هاي هانتوما. دونك هانتوما غادي تشوفو تشد باش تعرفوا الإمارة مازال جديدة. شوفوا مازال غادي يحيدوا ليها هاد الشيء اوكي. هنا كاميرا، يعني العمارة كاملة مزودة بالسيكوريتي. هانتوما هنايا عندنا، هنايا عندنا الطواليت وعندنا الدوشية سادة. هاي 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 هادشي بجد. هادي هادي نوريكم هذا راه كتحط هنايا. ها انتوما الدوش، ها شفتو. دونك هذا نجيو لهنايا بيت الناس، كلشي جديد. باي ذا واي كلشي جديد، حتى شي حاجه ما مستعمله، كلشي جديد. اول واحد غادي يسكن فيها هو انا. دونك ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والسلام يا ربي. هنا الباصه ديال الماريو، شوف بعدا واش كافينا. اوكي هذا هذا نظن انا كافي. غادي ندير لي فاليز الفوق، هذه بالنسبه لبيت الناس. نلقى جيراتي هنايا، يا سلام. اوكي هذه هي الصحة، فوالا كيتشن امريكان، يعني كتلقى الكوزينه داخله مع الصاله. اوكي كلشي جديد طبعا، لا ماشين
عندي هنايا سميتو مغلاي ديال الماء ها لي زيت باش كاملين الفران الفران يا سلام هلا نشوفك كيف ما كتشوفوا هنا لا هوت هاد كنظن كدير لا كتبقى هكا لا كتشعل من التحت يا سلام اوكي عندنا هنا اوكي سو هنا الثلاجه وبالنسبه للصاله الصاله شوفوا واخا كتبان لكم هكا والله الا راه كبيره تبارك الله راه كافيه كافيه هنا شي جميل هذا الشيء كامل غادي يتبدل انا ما غاديش نقدر غير على التلفزه ولكن صافي يعني راه حاجه بعدا احسن من والو غنوريكم الاطلاله عندنا هذه عرفتي تخيلكم دابا بالليل دوك الاضواء دوك الاضواء كيكونوا بالليل فهمتي وكتخلي هكا وكتطلق كتطلق شي فيلم ولا شي لعبه وكتشوف هذا المنظر بحال هكا الطوموبيلات غاديين شوف 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 غنوريكم واحد الحاجه هذا كيتحل كاش كيسحب لك كيتحل وكتوقف كاع هنايا واو هذه الحومه شوفوا العماره ديال ترامب تاور ديك المكان كنظن هذه الحومه اي حاجه خاصاتك موجوده دونك نسدو هذه نسدو هذا ونجيو للبالكون هذا هو البالكون واحد المخوشه هنا الصراحه تقدر تنشر الحوايج دير اي حاجه بغيتيها اسرعوا هنا داروا سميتو هنايا ايوا هذا السرج ديال بيت الناس فوالا خليت لكم والله هانتي فوالا هنا ملي كيصوني عليك شي واحد راه كتشوفو من هنايا فوالا تقدر تشوفوا من هنايا بالكاميرا شوف صراحه خوت الدار عجبتني بزاف الدار عجبتني بزاف والله الحمد لله غادي دار دابا انا كنفكر في حاجه واحد غتقولوا لي ماد عارفين كيفاش كتفكر مش عارف شوف اش كنفكر الخوت ولا لا كنفكر في السيت اب ايه السيت اب فين نقدر ندير السيت اب دابا كنفكر في حاجه وحده خاصني ندير الخاميه كحله باش ما يدخلش ليا الضوء الا بغيت نعس ما جبرتني والو هذا الكوفر لي غيخصني غير سميتو غيخصني باش يتغطى البرد بالليل شي جميل الدار مسدودة كلشي مريقل باغي خصني ندخل الكونيكسيون وباخر انا واحد الانسان اللي كنبغي يعني ما عنديش مشكل نشري الراحه ديالي اوكي الفلوس كيف ما كنعرفهم انهم كيمشيو ويجيو والفلوس انك راه تخدم عليهم تجيبهم ولكن الفرحه ديالك والسعاده ديالك والمورال ديالك صعيب الا ما مشيتيش تحط عليه الفلوس تحط الفلوس باش تمشي تشري الماكله باش تفرح تشري السيت اب ديالك تشري شي لعيبه اللي غادي تخليك انت تفرح الا ما حطيتيش فلوس ما تقدرش تفرح طبعا كيكون بزاف الحاجات ولكن حاليا واحد يلاه جاي غادي خصك تكري هذه ما نقدرش انا نمشي تقول لي ما تقدر تبدا بالستوديو تبدا ببيت صغيره ما نقدرش غنحس براسي مخنوق باش يجيكمنيش كل واحد والفايب اللي كيبغي يعيش فيه انا اخوتي الصراحه فرحان دوش قدرت دوش يا سيدي مع راحتك بخير مازال شويه بشويه ان شاء الله غادي نبداو نعمرو فيها واللي كنفكر كيما شي دابا كنفكر انه الا زدت واحد شويه ان شاء الله وعشرتي غنطول نقدر انفيستي فلوسي ونشري شي وحيده يا سادة نقدروا ناخذوا شي وحيده ان شاء الله نشريوها يعني كاش نشريوها ايوا هادشي اللي واحد الا كان بغى يجلس وشوف مزودين بكل شيء صراحة هاد الميكروفون واعر بزاف كنبغي نقول اي واحد زعما يقدر على الفلوس ديالو اللي تقريبا واحد 3000 درهم 2700 درهم بحال هكا اللي غادي يقدر عليها
غير يمشي يشريه، راه ما غاديش يندم. ان شاء الله الفيديوهات الجايين غادي يكونوا زوينين، انا كنوعدكم ان الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي يكونوا احسن واحسن واحسن. غير صبروا معايا شباب، دابا كنحاولوا نرجعوا القناه ديالنا تحيا وصافي. ما نطولش عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. كان معكم ماد، بيس، تهلاو ليا فراسكم.